تجري في البلاد. أنا أشكرك على هذه الملاحظة. نحن نتمنى ملاحظتي أنا. أيوة مثل هذه الملاحظة. أنا إذا نائب الرئيس ليس مسؤولا الآن ولا يدير البلد، نتمنى منه أن يقدم استقالته، ومثل ما هدد بأنه سينتقل لعدن، لأن هذه الجرائم لن تمر دون معاقبة ودون حساب. هذه جرائم ضد الإنسانية ومشاهد مصورة لجرائم حرب واضحة. تطلق RPG مراسلكم جاب نقل صور عن ضرب RPG للناس في رقابهم وفي صدورهم. سيد عبد الجندي، هناك من بات يرى أن الحزب الحاكم يحاول التنصل من التوقيع على المبادرة الخليجية بافتعال هذه الأزمة أو هذا التصعيد، بعدما الأنباء تحدثت عن اتفاق وشيك لحل الأزمة اليمنية. يا عزيزي، الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية فوض نائب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بالتفاوض على آلية تنفيذية وتوقيعها وبالتوقيع على المبادرة الخليجية وفي تحديد اتفاق وموعد مبكر لإجراء الانتخابات بكرة، بعد شهرين، بعد ثلاثة. أما هذه التحليلات فقط القضاطي الذي هو كان أمس يحرق البخور للرئيس علي عبد الله صالح واليوم يحرق بخور للمشترك وهو خارج من كل اللعبة. لكن أنت تقول أنه فوض بالتفاوض. يعني سيد عبدو، أنا أريد إدراك بأن هذا الذي حدث هو ترتيب من غلاة الإصلاحيين. يعني هناك غموض في هذا في الموقف الرسمي اليمني. سيد عبد الجندي، انت ذكرت ذلك سيد عبد، هناك يعني من تستصعي عليه فهم سياسه الحزب الحاكم وسياسه الرئيس اليمني من جانب يفوض النائب نائبه بالتحاوري والتوقيع على هذه المبادره، واليوم نسمع تصريحات لسكرتير الرئيس الصحفي احمد الصوفي بان الرئيس لا يمكنه التنازل على منصبه وحتى ياتي رئيس شرعي جديد للبلاد عبر الانتخابات. كيف نفهم هذا التناقض؟ يعني التوقيع على المبادرة والآلية أو التصوير لا يعني الانتقال السلمي للسلطة، لأنه طبقا لدستور الجمهورية اليمنية لا يمكن نقل السلطة إلا بعملية انتخابية يتفق على موعدها، وبالتالي الرئيس يبقى رمزا للشرعية الدستورية فقط إلى أن تجري عملية انتخاب. لن يرشح نفسه ولن يرشح أحدا من أسرته، وبالتالي فإنه حريص أنه السلطة هذه تعود إلى الشعب، والشعب هو الذي يختار الرئيس الجديد. طيب. وهو فعلا يعني يعتبر نفسه بأنه هذه النقطة الآن يعني بعد اشتراك يعني بعد أن فوض عبد الرب منصور هادي الكل يجب أن يمد أيديهم صادقة للاتفاق على موعد لتطبيق الآلية والمبادرة. نعم. يعني المبادرة الخليجية. لكن الكلام الذي يخرج عن نطاق الموضوع ويتهم المملكة العربية السعودية هذا كلام يعني جوال وكلام دينه ولا تستطيع أن تذكره. أستاذ عبد، نعم، وصلت هذه الفكرة، أرجوك العفو منك. نعم. حتى هناك يعني قتلى في أرحب فقط في أرحاب وقعت سيارة الإسعاف تنقلهم إلى الساحة مضافة إلى القتل الذي حدث اليوم لعملية القتل. نعم. سيد عبدو، وضحت هذه الفكرة، أرجوك أن تسمح لي. نعم. نعم. سيد عادل الربيعي، هل من شأن هذا التصعيد أن يشكل نقطة فارقة، نقطة تحول بالنسبة للثوار في اليمن، وبأي اتجاه برأيك؟ في الواقع هناك ما حدث اليوم يعبر عن نقطة نوعية كبيرة جدا يرفع الميدان ووقع السير. نحن كشباب صغير مستقل في الواقع ننظر الى الوضع او ما حدث اليوم بعين الرضا والقلق بما يحجر بالتوازي على 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 المفاوضات. هناك ثوره شبابيه تدعو الى التغيير التغيير السلمي والتغيير باتجاه الثوره المدنيه، وهناك مفاوضات سياسيه شباب مستقل. يعني أستاذ عادل، أنا مضطر أن أعتذر منك ومن السادة المشاهدين نظرا لرداءة الصوت. أشكرك دكتور قباطي، برأيك الأمور الأين ستسير في اليمن؟ هناك ما الحديث عن اتفاق وشيك توقيع على هذه المبادرة، واليوم يأتي هذا التصعيد، يبدو أن الأمور اختلطت أو الأوراق اختلطت عادت لتختلط من جديد، إلى أين اليمن؟ في الحقيقة ليس هناك مفاجأة، مثل ما قلت لك أنا هذا كان معد ومرتب له، ومثل ما أشرت أنت ربما في سؤالك للأخ عبد الجندي مجاميع واضحة، بقايا النظام لا تريد هذه المبادرة، والحديث عن المبادرة مثل هذا الكلام أن هناك شرعية دستورية، أي شرعية دستورية؟ وفق الدستور إذا رئيس الجمهورية يقدم استقالته تنتقل السلطة مباشرة للنائب رئيس الجمهورية، ليس هناك محظور أو مانع دستوري من أن يتم حل هذا المشكلة
بشكل سلمي، لكن بقاء النظام لا تريد أن تحل هذه المشكلة، تريد أن تمرر بالقوة لمسلسل التوريث. الآن نائب رئيس الجمهورية هل هو مسؤول عن ما يجري في داخل البلد الآن؟ الآن كيف سيكون بعد هذا الوضع الآن؟ المشهد بالحقيقة الآن خطير جدا. نحن نقول بأنه المبادرة الخليجية يكاد يكون بقاء النظام أطلقت عليها رصاصة الرحمة. الحديث عن الضمانات، إعطاء ضمانات لعلي عبد الله صالح وآله وزمرته من المحاكمة، إعطائه ضمانات وحصانة من عدم المحاكمة، يعني إعطائهم الحق وهو ضوء أخضر لكي يقتلوا الناس. إذن هذا البند في المبادرة يكاد يكون أطلق النار عليه، وهذا يعني نهاية المبادرة وإطلاق رصاصة الرحمة على المبادرة. المخيف، نحن نطلب من المجتمع الدولي أن يرتفع إلى مستوى مسؤوليته ويعامل اليمن مثل ما يعامل ليبيا. لم نرى حتى الآن تجميد لاستيراد الأسلحة، لم نرى حتى الآن